حلو يعني في وضوح في الموضوع. نعم. طيب خالد اسلم، من اللي طرحك في التصميم؟ يا اخي انا قلت لك البرامج يا اخوي. انا اسالك سؤال، ما قلت لك خلاص ادري. انا ادري انا اللي اعطيك المعلومه هذه. اي اي انا اسالك سؤال، انت مصاب بداء التصنم، من اللي طرحك فيه؟ يعني انت انا اتصنع يعني؟ من اللي طرحك فيه؟ اي طرح لي بتصنع. اي من هو ابو الكبير هذاك الرجال تخابري ولا الثاني اللي عيفان؟ من هو؟ لا خلي 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 من هو؟ لا يا رجال كبير، انا رجاله بنفسي اهج. من اللي طرحك فيه طيب؟ طرحني فيه. الا انت معلمني، من هو طرحك فيه؟ انا معلمك فيه. اي ومعلمني اخويك الكبير هذاك، طيب طرحني فيه. من هو؟ من هو؟ انت فتره طايح فيه. ما دقيقه، اذكر اسمه خليك شوي. هذا ذاكره. لا اذكر اسمه. محمد بن ناحي. محمد بن ناحي. اي الحين صرت شجاع. اي خليك شجاع انت. لا انا الحين صرت شجاع انت. خلاص من اللي طرحك فيه؟ ما طرحني فيها محمد مناحي ولا طرحني فيها انا بنفسي. انت طرحت فيه؟ كم نسبته؟ كم نسبته عندك؟ كيف كم نسبته عندي؟ التصنع. التصنع انا قلت لك نسبه كم كم مرة اوفر. انا اتصنع شخصيتي. كم 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 النسبه؟ عبد الله انا عندي 5%. دقيقه دقيقه عرب النطاع نطاح بعباله. انا عندي 5%، انت عندك كم؟ انت عندك 5%. انا اقل منك اجل. كم؟ اقل منك اجل. طيب كم انت؟ 4.5. 4.5. حاتم انت جاوبني انا قاعد اسالك يا الربع يا الربع. حاتم كم عندي نسبه؟ الموجود قدامك خذ رقم الحاتم. كلكم واحد، انتم اخويا. طيب ادعوا لكم شنو مسلو. ما نقدر، ما مشغولين ما نقدر. كم نسبه التصنع عند حاتم؟ لا تسالني عن اي احد، لا تسالني. الله اكبر. الله عليك يا حاتم. انت الاخوه. ها اسالني كذاتي، لا تسالني عن اي احد. وين الاخوه يا جماعه؟ طيب ايش رايك بطعم التصنع؟ انت مجربه 5%. خالد والله اني صار خالد الراجل. انا اكتشفت ما عندي تصنع. انا سويت لك اختبار سريع ونجحت فيه، واحييك حقيقه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصك من هذا الداء عاجلا غير اجل. ترى الداء لا لا لا، الامور زينه، الامور زينه. وانا سويت اختبار سريع ونجحت فيه، برافو عليك. ولا تمشي مع المتصنعين. وانت ادرى. ها لا تمشي مع المتصنعين. اي لا تمشي معهم يعني روح استدعى. لا تمشي معهم. طيب امشي معك ولا امشي معك؟ انا مقدم وانت متسابق خوياك. انت عندك 5% يا ابو سحاب. اللي عندكم اكثر. لا 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 ما عندنا احنا. طيب كم تبى من 5%؟ كيف كم تبى برسل لك؟ انا اجزم لك انه ما اقل من 5%. كله ما اقل من 5%؟ اي نعم. حاتم يقول عندي 16. متى قال 16؟ واه فاحص فاحص المستشفى. ما ما عندي 16%. يا اخي عجب.